أسعدتم بالخير مشاهدين الكرام في كل مكان، فأهلا وسهلا بكم إلى نشرة إخبارية من قناة المكلا وإلى عناوينها. رئيس الجمهورية يستقبل المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن. محافظ العاصمة عدن يتفقد سير العمل في طريق شاهيناز ويشدد على سرعة إنجازه. وزير النفط والمعادن ازدواجية في الأعمال والمهام خلال زيارته إلى حضرموت. تدشين معرض الكتاب الخامس بمديرية الشحر. في الذكرى العاشرة لثورة 11 من فبراير، من وأدى تطلعات التغيير؟